Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zilzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم القارئه ما القارئه وما ادراك ما القارئه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.